يا مساء الفل على أحلى متابعين، تحياتي ليكم من مطبخي مطبخ نرمين. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، وأتمنى دايما إن وصفاتي تكون تنال على إعجابكم. النهاردة بقى الناس الجديدة اللي أول مرة تشوفنا في القناة، يا ريت قبل ما نبدأ تعملوا اشتراك، تفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل ما هو جديد وجميل في عالم الطبخ والطبيخ. النهاردة بقى هنركب طيارتنا وهنروح على فين؟ النهاردة هنروح على الهند. ايوه هنزور بقى المطعم الهندي وهنعمل كذا وصفة منه ان شاء الله تنال على اعجابكم وتجربوها وهتحبوها جدا جدا جدا. المطعم الهندي من اكتر المطاعم اللي الواحد يعني ما بيشبعش من الاكل منه، اكل جميل كده وليه ريحة توابل حلوة بصراحة بتفتح النفس، واكل حلو جدا البهارات بتاعته بتكون مفيدة قوي قوي. هنتكلم كمان عليه واحنا بنطبخ. اول حاجة هنجيب سمنة او زيت حسب ما انتوا بتحبوا تطبخوا، وهننزل فيها ببصل متقطع زي ما انتوا شايفين، ونتوصى كده بكمية البصل، يعني بصلاية كده كبيرة لكل نص كيلو لحمة هنطبخه. الأكلة دي ممكن نستبدل فيها اللحمة بالفراخ، مفيش مشكلة، بس هي بتتعمل أساسي باللحمة الضاني، يعني لو في لحمة أوكي لحمة ضاني يبقى ممتاز، لو مفيش وفي فراخ ممكن ناخد صدور الفراخ ونقطعها مربعات ونعمل بيها الأكلة دي، هتبقى جميلة جدا وهتعجبك قوي جدا. بصي بقى احنا هنشوح البصل هنا تشويحة خفيفة، مش محتاجين ان هو ياخد لون، يدوب يدبل معاكي حاجة بسيطة جدا. المطبخ الهندي زي ما قلت لك بيشتهر بالتوابل بتاعته اللي هي بتديله مذاق خاص جدا في الطبخ. بنضيف هنا الفلفل الحامي، كل مره بقول لكم ممكن تضيفوا فلفل رومي، لا المره دي معلش عذرا، النهارده احنا في المطعم الهندي لازم كل حاجه تبقى حاره ناره، يعني حار نار حاجه كده تبقى يعني سبايسي جدا وكلها توابل وبهارات. ما تخافوش يعني مش معنى كده ان الاكل هيبقى متقدريش تاكليه، لا بس برضو احنا بنحتاج المذاق اللي هو الحار شوية عشان يشبه كويس الاكل الهندي. بنجيب اللحمة، وانا طبعا هنا مستخدمة لحم ضاني مقطعة مربعات، ليكي حرية الاختيار في اللحمة اللي انت تختاريها، بس انا بقولك اللحمة اللي المفروض تتعمل بيها الاكلة دي. كمان بتقطعي مع اللحمة دي عبارة عن حتة ليا كده، بتقطعيها مربعات، لو ما فيش ليا ممكن اي دهنة، بس طبعا انا بقولك الوصفة بتتعمل بإيه بالظبط، بتتعمل بلحمة ضاني وليا، مفيش ممكن أي نوع لحوم تاني انت تحبيه. احنا هننزل هنا باللحم مع البصل والفلفل مع السمنة، ندي كده تشويحة للحمة بحيث كل اللحمة تبقى ممتزجة مع البصل والفلفل وتاخد لون من كل الاتجاهات، مش تاخد لون معناها ان هي تتلسع، لا تاخد لون ان هي بقى يتحول لونها من الوردي الفاتح اللي احنا متعودين عليه للون الغامق شوية. الطريقة دي يا جماعة بتخلي الصوص بتاع اللحمة يتقل معاكي ويبقى مكرمل كده وجميل، بيبقى جوسي جدا لما بينزل مثلا على رز او على عيش، بيبقى طري وحلو وشهي جدا. مش متخيلة بصراحة ان في حد ما يحبش الاكل الهندي، الاكل الهندي جميل جدا جدا جدا، بس اهم شيء ان نضيف له التوابل المظبوطة بتاعته. زي ما انت شايفة معايا كده اللحمة ابتدت تاخد لون من كذا اتجاه، بس انا زي ما قلت لك لازم كل اللحمة تتغطى معايا باللون ده. هنضيف هنا فصوص الثوم، وفصوص الثوم انا مش عايزاها مفرومة، لا هنجيب ثوم وهنفصصه ونقطعه ترانشات زي ما انت شايفة كده، يعني نقطعه بالسكينة ما نفرموش. طب ايه الفكرة في كده؟ ان انا عايزة احتفظ بنكهة الثوم لأطول فترة ممكنة. زي ما انت شايفة كده اللحمة بقت جاهزة معانا وبقت جميلة جدا. للعلم يا جماعة الأكلة دي عشان تبقوا عارفين اسمها، اسمها روغان جوش، اسمها روغان جوش. الأكلة دي أكلة مميزة جدا جدا في الهند، عملت لكم قبل كده البرياني الهندي وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. طبعا هنستخدم الفلفل اللي هو الشطة ده اللي اسمه الزنهبير، ده مهم جدا، مش هتفتحيه يعني عشان ما يبقاش حامي جدا عليكم، ما تقطعيش الفلفل بس هتسيبيه علشان طبعا يبان الأكل هندي، لأن طبعا ده أساسي، وفي نفس الوقت هو بيدي ريحة حلوة
للأكل وبيدي طعم جميل جدا للصوص. شايفين الصلصة بقت جوسي جدا وحلوة، والكارميل بتاع السكر نزل. هنبتدي نجيب كوباية لبن، ما تستغربوش برضو، مج لبن كده كبير أو قشطة، وندوب فيه معلقة نشا. طبعا بيكون على البارد، يعني ما اللبن لازم يكون دافي حاجة بسيطة عشان النشا تدوب جوه. هننزل بقى دي بدل الشوربة، هننزل بقى بالصوص ده على اللحمة والفلفل والحاجات دي كلها. في ناس كتير هتقولي ازاي انت حطيتي لبن على طب ما احنا بناكل البشاميل. البشاميل اكبر دليل يثبت لك قد ايه اللحمه لما بتتحط مع اللبن مع الدقيق مع القشطه بتطلع اكل حلوه وجميله. يعني ما تستغربوش وتقول ازاي هنطيب او هنسوي اللحمه في اللبن. اللحمه لما بتتسوى في اللبن بتبقى احلى سوى ليها، وده زمان جدا اجدادنا كانوا بيعملوا الحكايه دي، واحنا كمان بننقع الفراخ وبننقع اللحمه والحاجات دي كلها بننقعها جوه اللبن لما بنيجي نعمل خلطات كنتاكي وحاجات زي كده، علشان بنطري الأنسجة بتاعتها. أنا محتاجة من النشا إن هو يتقل لي صوص البصل والكارميل والصوص اللي هي التقيل ده، ومحتاجة من اللبن إن هو طبعا يضغط على طعم اللحمة فيخلي طعمها جميل وحلو. هننزل بقى بمكعبات طماطم مقطعة زي ما انتوا شايفين، طماطماية كده مش كتير، لاني مش محتاجة ان لون الاكلة يبقى معايا احمر. لا، هي مش صلصة طماطم بتاعتنا، لا احنا هالاكلة بتاعتنا دي هتشوفوا لونها بعد كده هيبقى لون مميز جدا، لون زي البرتقاني كده، حاجة حلوة خالص. انا بعتبر الاكلة دي بس شكلها لما بتستوي كأنها فاتح للشهية، يعني انا بحبها جدا، والشوربة بتاعتها يعني هتعجبكم خالص خالص. هنزود بقى الأكلة بالمية المغلية علشان يبتدي اللحمة تستوي معايا. زي ما قلت لكم احنا هنعتمد في الأكلة دي على التوابل. التوابل الهندية عشان أديكم فكرة بسيطة عنها في الأول، من أشهرها ومن أهمها اللي هي المسالة الهندي، ودي انت بتشتريها من العطار، وإن شاء الله قريب جدا هعمل لكم خلطة التوابل الهندية في البيت كده، يعني هقول لكم بتتكون من ايه وانتوا هتعملوها معايا. لكن احنا دلوقتي مؤقتا هتروحي للعطار وتقولي له انا عايزة مسالة هندية، هتجيبي حاجة بسيطة جدا مش كتيرة، لان احنا بنضيفها بكميات بسيطة، دي بتدي الاكل الريحة والطعم الهندي والمذاق الهندي المميز لينا. طبعا توابلنا هنا بتكون عبارة عن بهارات اللحمة وملح وفلفل وتوم بودر، ومعانا بصل بودر، ومعانا كمون، ومعانا فلفل اسود، ومعانا كزبرة ناشفة، ومعانا شطة، ومعانا نباتات عطرية اللي انا قلتلك عليها قبل كده، اللي هي عبارة عن زعتر وقرنفل وريحان. انا منشفاهم وضربهم في الخلاط مع بعض، دول بقى ملهمش حل، دول بقى بيخلوا شوربة اي لحمة تحفة، بيخلوا اي صوص يبقى جميل جدا معاكي. كمان مش عايزاكم تبصوا ان الفلفل الحامي ده هيغير معاكي الاكلة وهتبقى حرقة موت، لا احنا ما فتحناش الفلفل، احنا سيبناه كده زي ما انتوا شايفين كده. اللحمة هتبتدي تغلي معاكي وهتبتدي تستوي، والخضار برضو هيبتدي يستوي معانا. طبعا احنا هنعمل مع الاكلة دي برضو الرز الهندي، هيبقى جميل جدا مبهر وحلو، وهنعمل معاه كمان بطاطس على الطريقة الهندية، يعني هتبقى وجبة كاملة شوربة ولحمة ورز وخضار، يعني زي اكلنا برضو بس هندي كده، حاجة جديدة وحلوة ان شاء الله هتعجبكم جدا لما تجربوها. شايفين الشوربة ابتدت معايا تغلي واللحمة هتبتدي تستوي، هوطي عليها البوتاجاز وهغطيها علشان انا عايزة اللحمة تاخد السوا بتاعها المظبوط. شايفين دي بعد مرور نص ساعة، شايفين اللون الجميل. طبعا انا عايزة اقول لكم ان انا ضفت نص معلقة مسلة، اللي هي ذرة كده من المسلة، هي اللي عملت اللون الحلو ده الجميل للشوربة. طبعا هسيب الشوربة دي بتستوي تاخد سوا قد ايه، لان احنا مقطعين اللحمة صغير مش بتاخد سوا خالص، يعني ساعة الا ربع بتكون بقت ويل دان وجميلة جدا جدا وممكن تاكليها. نيجي بعد كده هنعمل البطاطس على الطريقة الهندية. بصوا الاكل الهندي كله بيبدأ بالبصل، يعني كله بيبدأ بتشويحة البصل.
تمام. هنجيب بقى حتة بصلة صغيرة كده، يعني نص بصلاية مقطعينها بس تكون رفيع علشان تبقى جميلة في التقديم، وهنشوحها في شوية سمنة كده أو شوية زيت على حسب ما انتوا تحبوا، وكمان فصين توم مقطعين برضو شرايح زي ما انتوا شايفين كده، طبعا بيدوا ريحة وطعم جميل جدا جدا للأكل وقيمة غذائية حلوة. البصل والثوم زي ما قلت لكم قبل كده ان هما من مضادات الأكسدة، يعني بيحاربوا اي سموم تدخل جسم الإنسان، ده غير ان هما يعتبروا كده مضاد حيوي طبيعي، يعني حاجة حلوة جدا جدا. وبنضيف بقى الفلفل الحامي زي ما انتوا شايفين، وزي ما قلت لكم ان الفلفل ده مليان فيتامين سي، يعني حاجة مهمة جدا جدا برضو. وهنضيف بقى مكعبات الطماطم زي ما انتوا شايفين كده. الخلطة دي بداية الأكلة الهندي اللي هي البطاطس بالكاري أو البطاطس بالمسلة والكاري. طبعا في كاري عندنا، كاري لحمة وكاري لحمة فراخ وكذا أكلة بالكاري الهندي، وإن شاء الله وكمان في رز المبهر. كل الحاجات دي بإذن الله هحاول أعملها لكم كلها في القناة عشان نستمتع كلنا بالأكل الهندي. عندي هنا كده بطاطساية أنا مقطعاها مربعات زي ما أنت شايفة، هقلبها في الجوسي اللي انا عملته او في الخلطة اللي انا عملتها دي، هتبقى كلها جميلة جدا وحلوة. طبعا احنا مش بنحتاج ان الاكلة دي تبقى فيها مية كتير، لا يعني مش هتبقى صلصة كتير، يدوب حاجة بسيطة. وهوريكي شكل البطاطس في الاخر. نفس البهارات اللي ضفناها للشوربة ومرقة الشوربة الهندية هنضيفها برضو للبطاطس دي، هنبهرها وهنضيف عليها برضو سنة مسلة خفيفة جدا عشان تعمل لها لون وطعم جميل. هنزودها بالمية زي ما انت شايفة، وزي ما قلتلك مش محتاجة مية كتير، يدوب مية خفيفة كده تغطي البطاطس وبسيبها تنشف، يعني بقدم البطاطس دي بطريقة كده كأنها في فرن ناشفة، مش بيبقى فيها صلصة خالص. عايزة اقولك البطاطس دي هتبقى روعة، يعني انت ممكن تسيبي كل حاجة وتاكلي البطاطس دي. كمان الناس النباتية اللي ما بتاكلش لحوم البطاطس دي حلوة جدا ليهم. كمان أثناء الصيام البطاطس دي جميلة جدا، ممكن تعمليها صيامي وتحطي معاها شوية رز هتبقى تحفة وجميلة. زي ما انت شايفة كده انا بحب اضيف الكزبرة الخضراء والبقدونس مقطعين كده حلوين، واحب برضو اضيف قرن الفلفل الزنهبير، وده اختياري يعني في اكلة البطاطس دي. انا حابة النهاردة اعمل لكم المطعم الهندي يعني زي ما قال الكتاب، حاجة بالظبط بالظبط ما فيهاش ولا غلطة خالص. شايفين بعد كده هنبتدي نعمل الرز المبهر الهندي. انا النهاردة اخترت ان انا اعمله لونه احمر، هو ممكن يتعمل اصفر وممكن يتعمل ابيض برضو، بس انا عملت لكم قبل كده في المندي الرز الاصفر، فانا النهاردة قلت نعمل الرز الاحمر يعني تغيير بحيث انت تحبي اللون اللي تحبيه في الرز تعمليه. وهعمله لك برضو بحاجة طبيعية مش ألوان صناعية، حاجة جميلة وسهلة وبسهولة جدا تقدري تلوني الرز ويبقى شكل الأكل حلو. شايفين أنا مش محتاجة إن الرز ياخد لون، لأ أنا بشوح الرز حاجة بسيطة، مش بنفلفله يعني زي عندنا في مصر، لأ يدوب بنغلف الرز بالزيت أو بالسمنة. بفضل إيه وأنا بشوح الرز؟ بفضل الزيت بصراحة، يعني الزيت أفضل من السمنة بكتير في تشويح الرز، بيخلي الرز ما يعجنش معاكي وبيخليه مفلفل وما بيخليهوش يبقى معجن أو مكتل كده في الحلة. بعد كده بضيف المية المغلية، لو حابة انك تضيفي من مرقة الشوربة مفيش مشكلة، بس انا حبيت اوريكي يعني حاجة بسيطة وسهلة، حتى لو انتي مش هتعملي الشوربة زي ما قلتلك ممكن تكتفي انك تعملي الاكلة اللي هي بالبطاطس دي مع الرز المبهر، بيبقى اكلة جميلة جدا، وخصوصا لو اكل نباتي وفي ناس مثلا فيجيتيريان مش بتحب تاكل لحوم. هنبتدي ان احنا نقلب الرز كده، ونبتدي نضيف هنا مكعبات الطماطم زي ما انت شايفة كده، حاجة بسيطة مش كتيرة، يعني نص طماطمية كده مش اكتر، ونص قرن فلفل برضو متقطع على خفيف
دي بقى بتدي ريحة وبيدي طعم للرز وشكل جمالي حلو جدا اول ما هيبقى معانا. وهرش برضو من نفس بهارات الهندية اللي انا قلت لك عليها، المسالة الهندي والكاري الهندي وبرضو الملح والفلفل بتاعنا وبعض بهارات اللحم. زي ما انت شايفة كده الاكلة بقت جميلة وبقت جاهزة معانا. ان احنا طبعا هنسيب الرز ان هو يتشرب بالصوص الجميل ده، ودلوقتي هقولك ازاي الرز يبقى لونه احمر. بصي بقى، احنا هنستخدم حاجة اسمها توابل هندية حارة بتبقى فيها الوان، احنا اخترنا اللون الاحمر. طب لو انا مش عندي، هقولك هتجيبي الهريسة بتاعت هي دي التوابل للشطة الهندية الحارة، بتلون شطة هندية في منها حارة وفي شطة هندية يعني مش حارة او باردة، براحتك تختاري اللي انتي بتحبيه. الشطة دي بتلون معاكي الرز. طيب لو الشطة دي ما لقيتيهاش او مش موجودة، بتجيبي معلقة من الهريسة، وانا عملت لك قبل كده الهريسة اللي هي الحامية، هتلاقي لينكها في صندوق الوصف، بتاخدي معلقة منها وبتلوني الرز. لو ما فيش لا دي ولا دي، ممكن تحطي نص معلقة بابريكا برضو هتلون معاكي الرز، بس طبعا مش هيبقى باللون اللي انت شايفاه ده. اللون ده بيبقى توابل معينة بتخلي لون الرز كده. في حاجة طبيعية أسهل من ده كله، إنك ممكن تضيفي شريحة بنجر، هيبقى الرز معاكي أحمر وجميل جدا وحلو خالص وطبيعي. يعني في كلا الحالات تختاري الأسهل والموجود عندك. شايفين شكل اللحمة بقى تحفة، الصوص بتاعها تقيل، الصوص بتاعها حلو قوي، وشايفين منظر اللحمة مستوية وحلوة جدا، والخضار فيها دايب. مش عايزه اقول لك شايفه كمان لون الصوص، بصراحه هيفتح النفس، حلو جدا. ده بيتقدم في طاجن كده، الصوص لوحده في طاجن كده مع عصره ليمون، بصراحه بيبقى تحفه وغني. وطبعا عشان احنا عاملين فيه لحم ضاني، طبعا اللحم الضاني ده غني جدا بالمواد الغذائيه والفيتامينات والبروتينات، بصراحه بينزل منه كميه فيتامينات غير عاديه. بصي ادي البطاطس، البطاطس ناشفة زي ما انت شايفة كده، ما فيهاش بقى حتة الجوسي او حتة العصير او حتة الصلصة التقيلة، لا انا عايزاها تبقى كده. وشايفة لونها المسالة الهندي بقى مخلي، شايفة السوا بتاعها جميل، وشايفة لونها الاصفر الحلو. طبعا هي لونها البطاطس بتبقى يعني لونها اصفر شوية، بس المسالة خلتها يعني لونها جميل اكتر. وطبعا الكاري الهندي خلى معاها او خلى لها طعم حلو. شايفين الرز، الرز جميل جدا يعني لونه حلو وجديد يعني. كمان عايزة اقولك ان البنجر هيديكي نفس النتيجة دي في الرز، لو شريحة بنجر هتعمل معاكي نفس اللون بتاع التوابل الهندية او الالوان الهندية. شايفة جميل جدا ومفلفل، والفلفل لسه قاعد زي ما هو يعني ما تقطعش ولا اي حاجة، بس طبعا انت براحتك لو حابة انك تضيفيه وتقطعيه ماشي، مش حابة براحتك. ده انا عندي بقى طبق هندي يعني متقسم، لو مش عندك ممكن في كذا طبق مفيش مشكلة. انا حطيت هنا البطاطس المبهرة، وعملت هنا الصوص اللي في النص ده عبارة عن طحينة اللي انا عملتها لكم قبل كده في القناة، وضفت عليها التوابل الهندية ادتني اللون الجميل ده، يعني لزوم بقى تزويق الطبق وشوية سلطة حلوين. وشايفة كده اللحمة تبقى مستوية معاكي حلوة و الطرية كده وجميلة، والأنسجة بتاعتها ناعمة خالص. أنا زينت الطبق بالفلفل الحامي بقى عشان ده مطعم هندي، عشان يبان أكتر إن هو مطعم هندي. وطبعا أنا بحب زي ما قلت لكم تقديم الطبق، يعني أكتر حاجة بهتم بيها جدا هي تقديم الطبق، خصوصا لو كان عندك أطفال، الأطفال بتحب الأطباق المتزينة زي كده. شايفة شكل الطبق أصلا تحفة، بطاطس هندية مبهرة، رز مبهر كده مع لحمة كده متقطعة حلوة، والصوص جميل بصراحة، أكلة تفتح النفس، ومعاها قرنين الفلفل الحامين دول حاجة تحفة تحفة تحفة.
طبعا هنستخدم او هنصب الصوص بتاعنا اللي هو فضل من اللحمة كده في طاجن، وهنعصر عليه ليمونة، هيبقى شوربة تحفة وجميلة جدا. كده بقى خلصت رحلتنا من الهند، ننزل بقى من الطيارة وندخل بقى على القناة، نعمل اشتراك ونفعل الجرس علشان يوصلنا كل ما هو جديد وجميل في عالم الطبخ والطبيخ. وطبعا ما تنسيش اللايك، اللايك المهم اللي انا بستناه منك، وتحياتي ليكي وبألف هنا وشفا، وإلى اللقاء إن شاء الله في رحلة قادمة.